اهلا بيكم كل مشاهدينا في كل مكان، ومعاكم وحلقه جديده وموضوع جديد. بس قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده، عايزه اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا لسه خارجين من احتفالاتنا واجازاتنا بعيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير وباليوم والبركات. طبعا احنا النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا، عن التنمر والسلبيات اللي بتنتج من مشكلة التنمر. التنمر يا جماعة زاد جدا في مجتمعاتنا المصرية الفترة الأخيرة، وبينتج عنه مشاكل نفسية لدى الأطفال تحديدا. التنمر موجود في يعني معظم الأوساط، وخاصة في طلبة المدارس وما بين الأطفال. هنتكلم عن مشكلات التنمر ومدى السلبيات اللي بتنتج عنه مع ضيفتنا الدكتورة نجوان ناجي، أخصائي نفسي. أهلا بك يا دكتور، منورانا. بداية احنا عايزين نعرف ايه أسباب زيادة التنمر في مجتمعاتنا الفترة الأخيرة من وجهة نظر حضرتك، ايه الأسباب؟ بصي، هو احنا كلنا ملاحظين طبعا زيادة التنمر، فالسوشيال ميديا عامل أساسي. هو أكتر يعني أكتر وقت بيبقى فيه تنمر في الدراسة، دايما الطفل في الأول خالص أول حاجة بيتعرض لها المدرسة، الحضانة، فدايما بيبدأ من هنا. فالسوشيال ميديا خلت الموضوع واضح قوي، وحتى في الفترة الأخيرة في يعني بدأ يحصل توعية كبيرة من الإعلام، لأن التنمر بقى بشكل غير طبيعي على كل حاجة، يعني على كل الناس. حتى لو حد ما فيش فيه أي مشكلة، لا، بيتعرض لتنمر مؤذي ممكن يوقف حياته. فدي مشكلة بتواجهنا الفترة دي بشكل غير طبيعي. ايه مدى التأثير النفسي السلبي للأطفال، يعني خصوصا للأطفال؟ انت عارفه ان الاطفال دايما بيتاثروا باقل حاجه، واحنا عارفين وكل العلماء وكل الدراسات اثبتت ان ذاكره الاطفال دي ذاكره يعني فولاذيه، ما بينسوش اي حاجه. ده حقيقي. يعني قد ايه التنمر او الكلمه السيئه ممكن تاثر فيهم بشكل كبير وعلى مدى سنوات كتيره؟ هو مبدئيا كده احنا دايما طفولتنا قدامنا مش ورانا، بمعنى ان دايما الحاجات اللي بتحصل لنا في الطفوله هي اللي بتاثر علينا بعد كده مدى حياتنا. فعلشان كده دايما الاطفال لما بيتعرضوا لتنمر تفضل طول الوقت مأثره عليه، حتى يعني مهما كبر، مهما اتغير مستواه، مهما يعني بقى وصل لمكانه كويسه في المجتمع، دايما التنمر اللي حصل له وهو صغير دايما بيفضل مأثر عليه، بيأثر على ثقته بنفسه، على علاقاته باصحابه، ممكن يعني يوصله لمرض نفسي، ممكن يخليه دايما عايز يقعد لوحده، ممكن يحصل له امراض جسديه، يعني ممكن يوصلوا لحاجات فظيعة من كلمة ومحدش يتخيل ده. طيب انت من وجهة نظرك، انت شايفة ان لازم وضع قانون او تغليظ قانون يعاقب المتنمرين؟ اكيد اكيد، بصراحة الوضع بقى صعب، ويعني هو فعلا يعني تقريبا في قانون، وبدأوا يشددوا كمان في القانون ده. يعني كان الأول يعني العقاب بسيط، وبيدفع مبلغ بسيط زي فدية أو حاجة كده للشخص اللي هو الضحية، دلوقتي زادت العقوبة فعلا. يعني فعلا الفترة الأخيرة التنمر زاد بشكل غير طبيعي، وتنمر لفظي، جسدي، على السوشيال ميديا، إلكتروني، بشكل غير طبيعي. طيب إيه الحالات اللي قابلتك اللي يعني اللي تعرضت للتنمر؟ احكي لنا عن الحالات، يعني بما ان حضرتك اخصائي نفسي اكيد يعني اتعرض عليكي حالات زي دي. طبعا بيجي لنا حالات في العياده بصراحه يعني كتير جدا، بتكون مثلا اطفال. في اخر مره كان طفل عندي، مثلا الطفل ده كان جالهم استدعاء ولي امر لاهله ان الولد ده ضرب زمايله كلهم في الفصل، وكسر سنان حد، وعور يعني بهدلهم، بهدل المدرسه كلها. فاحنا كلنا استغربنا يعني الولد ده ازاي عمل كده. فلما قعدت معاه ومع الاهل عرفت ان الطفل ده مش حد مؤذي، هو حد اتاذى. اتاذى من الاهل، اتاذى ان هم مش واخدين بالهم منه، في اهمال، في حد من اخواته، وكان ولد وسطاني، فكانوا دايما بيتنمروا عليه، دايما مش مدينه اهتمام، مش بيسمعوه، مش واخدين بالهم منه. فالولد فعلا طلع ضحيه، يعني هو دايما اللي بيتنمر ده، هو مش ما فيش حد بيتولد متنمر، هو الولد اتعرض لده، ما هو اتعلم حاجه زي دي. الاب والام، ممكن يكون الاب بيتنمر على والدته فهو اتعلم.
شاف حد قدامه مثال فبدا يطبق ده بطريقه بقى باي طريقه جت معاه. يعني من وجهه نظرك ان التنمر ده ممكن يخلق يعني شخص عدواني، شخص مريض، شخص مضطرب، وممكن يكون هو عدواني بالظبط. يعني هو لو شخص فيه بذور للعدوانيه بسيطه فده هيقويها، ولو شخص سوي وتعرض للتنمر ممكن يبقى شخص متنمر. طب احنا ازاي نتعامل بقى مع الطفل بالشكل ده؟ ازاي نقدر نعالجه من المشكله دي؟ هو بصراحه هم الاهل دول اتعاملوا بطريقه صح جدا لما جابوا، يعني لما المدرسه عرفتهم ده فجابوا الاخصائي نفسي، فبدانا نتكلم معاه نشوف ازاي بيعاملوه، إيه علاقته باخواته، ايه باصحابه، ايه لاحظنا ان هو فعلا الولد ضحيه اتعرض للتنمر قبل كده، فبدانا نتكلم مع الاهل ان هم ازاي يغيروا معاملتهم، يهتموا بيه، يسمعوه كتير. مشكلة ان احنا الاهل مش بيسمعوا ابنهم، مش بيدوله وقت كافي. اول ما يقول انا ماما ضربت، انت ما ردتش ليه؟ انت ما خدتش حقك ليه؟ انا مش علمتك تاخد حقك؟ ده مش صح. يعني هدفهم الاساسي ان الولد ياخد حقه؟ مش ده صح، مش ده الصح. انا مش هقول لابني اضرب اللي يضربك، يبقى هو ايه الفرق بينه وبينه؟ لا، مش ما ينفعش. انا اعلمه يدافع عن نفسه عشان ما يتاذاش، بس يروح لحد كبير يشتكي ان هو، لكن هيضربني هضربه، دي مش ازاي؟ يبقى هو هما الاثنين شقة زي بعض. فلازم ان انا اعلمه هيدافع ان انا مش هتاذى، بس في نفس الوقت انا هعرف اخد موقف، هروح اقول لحد كبير، هروح اقول لاهلي من حد من غير ما يهاجموني. وطبعا دور المدرسه مهم جدا، لان الطفل ممكن انا كنت عايزه بقى اكلمك في دور الناس ككل بقى، الناس بشكل عام. يعني حضرتك قلتي بالنسبه للاهل المفروض ان هو يكلموا ابنهم، ان هم يتعاملوا معاه، يسمعوه الكلام ده. انا عايزه بقى اتكلم يعني دور المجتمع بقى، ان هو ممكن يتنمر، ان الاولاد اللي ممكن يتنمروا على صديقهم، على حد يشوفوه، احنا ازاي نقدر ننشر التوعيه دي؟ هو يعني اكيد الاعلام له دور كبير جدا في ده، غير ان الاهل يتابعوا القنوات اللي بيتفرجوا عليها اولادهم. يعني لو حاجه مش مناسبه، المحتوى بتاعها مش مناسب، لا مش هيتفرج عليها، هيجيبوا له حاجه تانية محتواها مناسب. ما ينفعش يقعد طول الوقت قاعد قدام التلفزيون على الموبايل، انا عماله اتفرج على فيديوهات، عماله اتفرج على مسلسلات، على افلام كبيره، يعني كبيره عن سن الطفل، فيها تنمر وفيها عنف، فيها حاجات كتير، واحنا مش واخدين بالنا. انا عندي الولد ساكت وقاعد قدام التلفزيون، لا طبعا ده مش صح. انا لازم اخد بالي ابني بيتفرج على ايه، بيعمل ايه، واسمعه والاحظه في البيت. ممكن فجاه الطفل تلاقيه وحيد مش عايز يروح المدرسه، كتير قوي يقولوا ابني مش عايز يروح المدرسه، ما بيحبش الدراسه. لا هو مش بيحب الدراسه، لا هو تعرض لحاجه اذته هناك. ايه اللي خلاه يكره الدراسه؟ بس اتكلم معاه. وللاسف ساعات حضرتك احنا بنسمع ان المدرسين نفسهم اوقات يعني بعض بيتنمروا منهم على الطلبه، بيتنمروا للاسف بيتنمروا على الطالب للأسف، من غير ما ياخد باله، في طريقه، في اسلوبه، طريقه كلامه. فده طبعا بينعكس على الطفل بشكل كبير. يعني المفروض المدرس قدوه طبعاً. انا لو المدرس عندي في الفصل مش قدوه، انا عملت ايه؟ المدرس ده قاعد معايا اكتر من ابويا ومامتي. بالظبط. فلازم ان هو هياخد باله لما حد، حتى لو طفل تنمر على طفل، يوقفه عند حده ويكلم ولي الامر بتاعه ويحاول يظبط علاقته بالطفل التاني، تبقى علاقه صحيه. بصي، هو في فرق كبير قوي بين اطفال بيتخانقوا مع بعض، بيلعبوا مع بعض بطريقه فيها ود متبادل وهم موافقين على ده. كتير مش كل حاجه تنمر. ليه في اطفال ما بيبقوش واخدين بالهم ان هم بيتنمروا على صديقهم وهم مش واخدين بالهم؟ ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا ازاي نعلم اولادنا ازاي يتعاملوا مع بعضهم، ازاي يتعاملوا مع اصدقائهم. اعلمه يحترم نفسه، اعلمه الثقه بنفسه، اعلمه ان هو يكون عنده كبرياء، اعلمه ان هو بني ادم يحترم، بني ادم له اهميه، ان انت مش حد كده وخلاص، يعرف قيمته. انا لو علمت ابني ان انت ليك قيمه وانت انسان محترم وانت انسان كويس وانا بقدره في بيتي، هو هيتعلم يقدر نفسه. لكن لو انا بهمله وانا بتنمر عليه في البيت او والده، فخلاص هو حاسس ان هو قليل، هو حاسس ان هو يستاهل ده، فبفضل طول الوقت منطوي. فلما زمايله اللي هم اللي بيتنمروا طبعا بيكونوا اقوياء وشايفين نفسهم شويه، فبيجوا على الطفل الغلبان الطيب المنحصر مع نفسه ده. بالظبط. يعني حضرتك سمعتي ان في يعني بعض الحالات وصلت للانتحار بسبب التنمر؟ ده حقيقي. يعني حصل في الولايات المتحده، وحصل مره في اسكندريه هنا، ان في ولد جابوه من على قضبان السكه الحديد، كان خلاص هينتحر بسبب التنمر. لما سالوه حشقه قال لهم ان في المدرسه بيتنمروا عليه. يعني الموضوع خطير جدا، يعني هو سلوك عدواني للانسان.
طب حضرتك شايفة ان احنا ممكن يعني نطالب بوضع مناهج دراسية لشرح يعني مدى تأثير التنمر للأطفال للشباب، لأن حتى التنمر موجود أحيانا يعني ما بين الشباب نفسهم. ده حقيقي. وشايفة الكبار والصغيرين. والكبار ده ممكن في يعني في مرحلة الشباب كمان ساعات بتكون أكتر شوية، الشباب في سن المراهقة. ده بسبب إيه؟ يعني حضرتك سايبة إن ممكن يكون بسبب الفراغ ولا ملهاش علاقة؟ بصي، هو لا، أنا ما أعتقدش إن الفراغ له علاقة، هي ليها علاقة أكتر بالتربية من البيت اللي أنا طالع منه. ففي ظل الظروف الاقتصاديه، في ظل الظروف السياسيه، الناس بتبقى دايما الاهالي مشغوله في الحياه وبتجري، فمش ممكن ما بينتبهوش لتربيه ولادهم. انا بخلف عيال كتير بس انا مش منتبه للتربيه. فده يعني ده احنا لازم نعمل توعيه بده فعلا، ان هم انا اجيب طفل واحد اربيه كويس بدل ما اجيب 10 وانا عماله ارمي في المجتمع ناس ما عندهاش وعي باي حاجه، بيتاذوا وبيأذوا. تمام. فمحتاجين احنا كنا طوعين. شايفين في رمضان اللي فات كان في مسلسل خلي بالك من زيزي، كان في حاله حضرتك، دي حاله واضحه جدا يعني، وكله اتكلم عليها بشكل فظيع. البنت اللي هي كانت بتتنمر على شخصيه تيتو، كانت طول الوقت. ده مثل حي يعني، مثل يعني حي على فكره جداً. احنا لو ممكن احنا سلطنا الضوء في المجتمع يعني اعمال زي الاعمال دي، يعني حتى بعيدا عن الندوات او عن المحاضرات اللي احنا ممكن نوعي الناس، ممكن اعمال دراميه بالزبط. توصل للناس الموضوع. حضرتك ممكن تحكي لنا عن المجمل في الموضوع في المسلسل؟ بصراحه هو انا عجبني جدا المسلسل، هو حسيته فيه توعوي. الفيديو معانا على الشاشه دلوقتي بيتعرض، حضرتك اشرحي لنا. هو البنت دي كان عندها اضطراب ADHD، فهي عندها فرط حركة وعدم تركيز، هي طول الوقت بتتحرك ومش مركزة، فكان مستواها الدراسي قليل شوية، فكانت دايما زميلتها في الفصل أو زمايلها يتريقوا عليها، يقولوا عليها كلام مش كويس. فالبنت وصلت إن هي حالتها ما كانتش عايزة تروح المدرسة، ما كانتش عايزة تكمل، مستواها الدراسي نزل، عايزة تقعد لوحدها. فوصلت إن هي راحت ودوها لمعالج نفسي، فدي أحسن حاجة عملوها. فالتنمر لا بيأذي اكتر يعني من كده. هم جايبين مثال بسيط اللي في المسلسل ده طبعا من الواقع، يعني اكيد واقع يعني جدا، بيحصل. والواقع صدفي كتير امثله زي كده كتير جدا. والواقع ساعات بيكون أسوأ من كده، يعني هم جايبينها بطريقه كمان عشان توصل للناس. لا، ساعات في اولاد او بنات بيتاذوا بطريقه صعبه جدا، بيوصلوا ان هم انا مش قابل لوني، مش قابل شكلي. انا بيجي لي اولاد ساعات بيقطعوا في جسمهم بآلة حادة باي حاجه، علشان هو شايف ان هو شكله مش حلو، عشان هو مش مقبول، مع ان هو بتكون بنوته مثلا زي القمر، بنت اموره، بس يعني حد قالها انت ايه ده الجسم ده، ايه الشكل ده، ايه وممكن ده؟ يكون الكلام مش مظبوط، مش صح. يعني ممكن تكون بنت عاوزه تضايقها، بنت غيرانه منها، ودي طفله مش فاهمه، مش واعيه لده، يعني مش واعيه ان الكلام مش مظبوط، فممكن تتاثر بالكلام وتاخده على محمل الجديه. بالظبط، هي دي المشكله. بتقلل ثقتها بنفسها، بتشوف نفسها مش حلوه، يعني هي بتشوف نفسها انا مش حلوه وما استحقش، فبتقعد تاذي في نفسها. فالاهل ياخدوا بالهم جدا من اي خدش في جسم ابنهم، اي جرح، اي والحوار حاجه. حضرتك يعني لو انا عودت ابني او بنتي ان هو يرجع من المدرسه يحكي لي عن كل موقف حصل، بالتالي انا هعرف موقف زي اللي حصل ده بالظبط، انا ممكن انا اعالجه بطريقه، او ممكن اوعي الطفل ده وافهمه ان اللي حصل دوت ايه مضايق، ان ده مش مظبوط، ان ده غلط، بدل ما هو تاخده من صاحبتها بمحمل الجديه وممكن ياثر بيها مدى حياتها، يعني طول سنين حياتها ممكن الموقف ده ياثر فيها فعلا. حقيقي. وبصي، اهم حاجه اول صوره الطفل بياخدها عن نفسه صورته قدام باباه ومامته. انا لو شايفه ابني كويس ومدياله صوره ان هو كويس، حتى لو هو في مشكله انا اخليه يثق في نفسه، ما يصدقش، حد يتنمر عليه بقى. يعني احنا فعلا حضرتك بتتكلمي صح، يعني في اهالي في اسر ده هي اللي بتخلي الطفل يفقد الثقه في نفسه. انت ما بتذاكرش كويس، شوف صحابك بيذاكروا افضل منك، شوف انت يعني انت افشل واحد. هم متخيلين ان ده ان هم بيحمسوه او بيشجعوه ان هو يكون كويس، هم متخيلين ده من محمل التشجيع، وده شيء يعني فعلا انا برفضه تماما، ولان ده ما فيهوش اي نوع من انواع التشجيع. التشجيع ان انا حتى لو لقيت ابني مستواه الدراسي قليل، المفروض ان انا يعني اخليه يتخيل ان هو كويس، انا اخليه يتخيل ان هو كويس عشان هو يديني اكتر، او يحاول يدي نفسه اكتر، او يثق في نفسه على الاقل. بالظبط. انا شايفه ان التنمر هو اسلوب ضعيف يعني ما بين الاطفال او ما بين حتى الشباب والكبار، لان انا يعني انا بتجيلي مشاكل من التنمر
بين الكبار يعني كتير بتجيلي مشاكل من دي كتير جدا. انا حكمي على ده ان ده اسلوب ضعف، يعني ان انا مش قادره ان انا لو اختلفت معاكي ان انا اكلمك أوجهك بالحجه وبالمنطق، مش قادره اواجهك فانا في عنف سلبي، وان انا اقدر فانا اجيب اعمل عليكي اسقاط في اي شيء، ما ان انا يعني احاول يعني ايه اخليك ما تعرفيش تتكلمي ان في حاجه مش كويسه، ده اسلوب ضعف يعني ابدا مش اسلوب قوه. وبعدين يعني انا ده يعني بالبلدي اسلوب معايره، انا عندي الواحد يعاير اللي قدامه بشيء يعني بايديه باستطاعته، يعني هو بايده بيعمله. يعني واحد سلوكه مش كويس، واحد بيعامل اصحابه مش كويس، انا ممكن اكلمه في ده، ممكن اعمل له اسقاط على ده. انما صعب جدا وغلط جدا ان انا اعمل اسقاط على شيء هو ملوش يد فيه، يعني ملوش يعني اي اراده ليه، شكل جسم طول لون لغه يعني ظروف. انا جات لي مشكله ان كانت في واحده بتتعير بظروفها، يعني ظروفها اللي هي ايه، يعني ابوها ومامتها واهلها كلهم متوفين، فهي وحيده، كل ما تتخانق مع حد او يعني اصدقاء اللي قرب انت مالكيش حد، انت مقطوعه، الكلام ده يعني انا مش عارفه دي ليها يعني دي ليها ربنا اكبر من كله، لا يدخلوني الكلمه دي ممكن تعمل ايه، ممكن تكسر بني ادم تدمره. فعلا هو اسلوب لا انساني بكل المقاييس حقيقي جدا. وانا شفت بنات كتير كانوا بيعرضوا نفسهم لاذى ويدخلوا في علاقات غير شرعيه علشان انا بس محتاجه اشوف ان انا حلوه، محتاجه اشوف ان انا كويسه، فهي اما بتدخل في علاقات متعدده بتحاول توصل نفسها انا مرغوبه انا كويسه، لان طول الوقت اهلها انت ايه الجسم ده ايه الشكل ده، مع ان البنت كويسه جدا، بس ممكن تكون ضغوط، ممكن تكون عدم فهم عدم وعي من الاهل، عايزه تحس بالاهتمام ده من شخص اخر هي مش لاقياه في البيت، مش لاقيه الاهتمام بالزبط. في البيت فبتاذي نفسها. وطبعا طب ايه اكتر مشكله اثرت فيكي بشكل كبير بالنسبه للتنمر، سمعتي عنها او واجهتك او اتعرضت عليكي؟ يعني اولاد كتير بيتعرضوا ان هم التنمر والايذاء الجسدي في المدرسه، فبيفضل طول الوقت حاسس ان هو ضعيف ومكسور، فلما بيتنقل لمرحله تانية يعني مثلا هو في اعدادي فتنقل لثانوي فبيتحول لشخص تاني خالص، طول ما هو ضعيف وكان مكسور وفي ايذاء جسدي وايذاء نفسي من صحابه وفي ضرب وفي بهدله، وطول الوقت حتى في البيت انت فاشل انت شخصيتك ضعيفه انت طول الوقت كلام مسيء، اتحول لشخص لحد تاني لحد مختلف لحد بلطجي لحد بياخد مخدرات لحد علاقات مش سويه، حياته اتقلبت في الحين ان هو كان شخص كويس، هو بذرته كويس، هو حد بني ادم كويس جدا، بس المجتمع والبيئه واسرته كان لها دور ان هو اتحول، هو فعلا اتحول بقى مدمن مخدرات مثلا. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه من اسوان. الو، دوله من اسوان، اهلا بحضرتك اتفضلي. اهلا بحضرتك، ممكن اقول رايك اثار التنمر؟ اتفضلي حضرتك معانا. حضرتك التنمر مش بيأثر على كل الناس تأثير سلبي حتى لو كانوا اطفال، يعني لو طفل واثق من نفسه ولكن حاسس بقيمته في المنزل عارف بقيمة نفسه ما بيتأثرش قوي بالتنمر، بس العكس ممكن يكون التنمر سبب في الكعب. ده حقيقي. يعني التنمر بيخليك حد اكثر وارادته تقوى اكثر بحيث انه يثبت وجوده اكثر ويكون سبب من اسباب نجاح. ده حقيقي، ده على حسب ده حقيقي، كلام حضرتك صح بس اتفضلي. ولأن حضرتك المتنمرين دايما بيكونوا هم ناس فاضيين وبيعانوا من مشاكل يعني اجتماعيه او نفسيه ضعف ضعف، ما احنا بنقول كده هذا الشخص يعني عايزينهم ده معاك زيهم. ده حقيقي، كلام حضرتك مظبوط جدا. هو اللي بيكون بيلاقي رعايه وعنايه من البيت وحب وعطف وحب وحب ما حدش بيكون عمره ما يتاثر بحد بالظبط ولا بتعمل حد، بل بالعكس يكون سبب في نجاحه ويتصدر. ده حقيقي، لانه حتى طفل هو طفل يتحمل بالحب والرعايه من اهله. متشكره جدا، متشكره لحضرتك، كلام حضرتك مظبوط، بس انا عايزه اضيف لكلامها حاجه، ان الكلام ده احيانا بيكون مظبوط فعلا، ده على حسب قوه شخصيه الطفل، ما هو مش كل الاطفال شخصيتهم هتكون بالقوه ان الكلمه مش هتاثر فيهم، يا زي ما حضرتك ذكرتي ان لو انا مدي الابن الثقه، لو انا بتكلم معاه، لو انا التنمر زي ما هي قالت وذكرت ان هيكون ليه حافز اكتر
ان هو يبقى شخص منتج، ان يثبت وجوده، ان يثبت ان هو انسان كويس. ده على حسب الشخصيه. للاسف يعني انا عايزه اضيف ليها بس ان مش كل الاطفال هيكونوا بقوه الشخصيه دي. بالزبط. احنا بنتكلم بقى على ضعف الشخصيه او الاطفال اللي اهاليهم مقصرين معاهم الاكتر يعني الاكتر في المجتمع. ان فعلا بالزبط. الاطفال مش واخده حقها في المجتمع بتاعنا. بالظبط. طيب احنا هنروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع مكملين معاكم، انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم عن مشكلة التنمر، وهي مشكلة كبيرة، وزي ما أنا ذكرت هي زادت في مجتمعاتنا الفترة الأخيرة. مشكلة التنمر مشكلة مش بسيطة، موجودة في كل الأوساط وخاصة بين الأطفال، يعني عواقبها جسيمة تكاد توصل للانتحار. يعني في ناس انتحروا بسبب التنمر زي ما احنا اتكلمنا. مكملين مع دكتورة نجوين. كنت حضرتك عايزه تعقبي على المكالمه. على المكالمه. فعلا هي ليه حق في المكالمه دي، لان هو الطفل الشخص المتنمر ده اصلا بتكون شخصيه هشه، فهو مش حد قوي ولا حاجه بالمنظر اللي احنا بنشوفه، بيكون حد اصلا عنده ضعف في شخصيته، عنده مشكله كبيره فيها، فعشان كده هو بيسقط ده على زمايله. وفعلا لو حد عنده مناعه نفسيه قويه، لا التنمر بيعدي كانه موقف، لان هو بيتخلص من المواقف اول باول، بيروح مع والدته، بيروح مع اصدقائه، مع اخوه الكبير، مع اخته الكبيره، بيحكي انا تعرضت لكذا، في حد عمل معايا كذا، فبيبداوا يبرروا له الموقف، يقولوا له مثلا تتعامل ازاي، فهو بيكون عنده مناعه نفسيه قويه. بالظبط. لكن لو انا الطفل بتاعي انا ما عندوش مناعه نفسيه، وانا اصلا انا باكله واشربه بس. احنا بنتكلم عن الشريحه دي. بالزبط. شريحه الاطفال اللي بيتعرضوا للتنمر ومش قادرين يدافعوا عن نفسهم، ومش قادرين يعني يقيموا الموقف ان ده يعني سلوك لا انساني، يعني مش المفترض انه يكون اصلا. فاحنا بنتكلم عن الشريحه دي تحديدا، ويا ريت كل اطفالنا بالقوه اللي يقدروا، زي الاستاذه اللي تفضلت معنا في المداخله قالت ان يكونوا بالقوه اللي تخليهم التنمر يخليهم يدوا اكتر، ان التنمر يخليهم يعكسوا بشكل ايجابي، ان هو يبقى ولا في دماغه يعني ولا كان حاجه حصلت. وده من هنا بقى هنيجي لدور الام. يعني دور الام ده دورها كبير جدا، يعني لان هي الام اكتر حد، اكتر شخص بيكون موجود مع الطفل، اكتر حد بيتعامل بيتكلم معاه، فدور الام كبير بقى في الموضوع ده. احنا بنلقي اللوم على الام في الحاله دي دايما. الام هي اساس التربيه، يعني الام هي اللي بتربي، حتى هي اللي بتعكس صوره الاب. يعني ممكن يكون الاب حتى مقصر، ضعيف الشخصيه، لو هو مقصر بس الام بتعكس الصوره، بتخلي غير الحقيقه. ده حقيقي. بتخلي الاب في عين اولادها شخصيه قويه، ويخافوا منه ويعملوا له حساب. فهي الام كل حاجه. الام دورها ان هي تسمع، اسمعي ولادك كتير، اتكلمي معاهم، يومك عامل ايه فيه، صحابك مين، طب وداك عامل ايه. ولما ابني يحكيني عن موقف، مهما كانت صعوبه الموقف، حتى لو اتعرض لحاجه مسيئه جدا، انا ما زعقش فيه واقول له ازاي وايه اللي حصل، لا اتعامل بكل هدوء وبكل حسم، ان انا هسمع منه بعد كده. وازاي ان انا اتعامل مع المشكله. معانا مداخله تليفونيه الباشمهندس خالد، اهلا بيك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه عيد الفطر المبارك، وتحيه لحضرتك وتحيه للدكتوره نجوان في البرنامج. انا بصراحه لفت نظري موضوع الحلقه عن التنمر، وانا شايف ان موضوع التنمر ده عايز حلقات وحلقات عشان نتكلم فيه، عشان يحصل فيه عمليه وعي لدى المجتمع. ده حقيقي. موضوع التنمر انا من وجهه نظري الشخصيه، لو بس تدوني فرصه مساحه كده اتكلم فيها شويه. اتفضل. انا شايف ان التنمر ده ليه يعني ليه اختلافات مختلفه، مش بالشكل بس، حتى في اللفظ، حتى في الكلام نفسه. حقيقي. دليل على كده مثلا، انا راجل، انا مهندس موجه في التربيه والتعليم في التعليم الفني، تمام كده؟ فانا طبعا ساعات بحصل ان انا بعمل متابعات في المدارس والكلام ده كله، بحس ان المجتمع بيبص على التعليم الفني مثلا ان هو تعليم رديء، رغم ان احنا لو بصينا بره هنلاقي ان التعليم الفني مثلا على سبيل المثال بدي مثلا واخد اهميته، واخد يعني وضعه كويس جدا.
فبلاحظ مثلا في بعض الطلبه ان المجتمع بيبص مثلا ان الطالب اللي واخد شهاده دبلوم ده يبقى طالب فاشل. بالعكس المجتمع من غير تعليم فني هينقصه كتير، هينقصه كتير. تمام يعني انا نفسي انا هقول لحضرتك على حاجه، انا راجل خريج كليه هندسه واساسا كنت طالب في التعليم الفني واشتغلت على نفسي وكملت ودخلت كليه الهندسه وحاليا دلوقتي ماسك وضع منصب في التربيه والتعليم. واخد بال حضرتك؟ انا سعيد جدا ان انتوا اتكلمتوا عن موضوع التنمر ده، لان فعلا التنمر ده زمان ما كانش فيه الكلام ده. يعني كانت الناس في ارتباط بكلمات رقيقه، كان في تعامل كويس. واخد بال حضرتك؟ الموضوع اختلف، ما كناش بنسمع عن التنمر اصلا زمان. الله ينور عليك. ما كناش بنعرف الكلمه دي اصلا زمان. فبالتالي هو حل الموضوع ده ثلاث حاجات. وانا برضو يعني انا بشكر يعني البرنامج ان هو بيتكلم عن الموضوع. الاعلام، دور الاعلام ده دور مهم جدا. توعيه، زياده التوعيه من خلال مثلا دكتوره نجوان او حد من الاخصائيين النفسيين برضو اللي بيوضح الموضوع ده. وده اعتقد دلوقتي كل البرامج والقنوات الفضائيه دلوقتي بيتكلموا فيها دلوقتي. العامل المهم بقى اللي هم علماء الازهر، يعني برضو يوضحوا برضو الحته دي برضو من خلال الدين السليم المعتدل، ان احنا مثلا ما نحاولش ان احنا ما نستخدمش الالفاظ او الاشكال او ايا كان بقى انواع الاختلافات بالنسبه للطلاب. ده حقيقي. وشكرا جدا على المجهزة. متشكره جدا على الاضافه باشمهندس خالد، شكرا. فعلا كلامه مظبوط، يعني احنا فعلا محتاجين يعني توعيه اكتر. والجانب الديني لو فعلا يعني لو ركزنا من الجانب الديني مدى حرمانيه الموضوع، لان اكيد يعني ذكر يعني في احاديث كتير ان قسوه الكلمه، يعني الكلمه الواحد لما ان قد ايه الكلمه دي ممكن تاثر في اللي قدامك ولو كلمه، وممكن يعني تعمله مشاكل ازاي. لو التوعيه من الجانب الديني اكتر يكون التوعيه بالوازع الديني مهم جدا، ان انا اعرف الولاد معنى التسامح، معنى ان انا اعطف على حد، معنى ان انا ما تنمرش على حد. لما اشوف حد عنده مشكله، عنده تشوه، ما عنده اي حاجه، ان انا حتى ما ابصلوش عشان ما ازعجوش. يعني مجرد ان انا ابص له فانا بزعجه، هو بيبقى مأذي جدا من النظره دي. بالظبط. يعني انا بعتبره نوع من انواع التحرش، ده اللفظي اللي فعلا اللي ممكن يأذي الشخص بشكل كبير. بالظبط. طيب حضرتك الفترة الأخيرة احنا سمعنا عن حملات توعية كبيرة جدا من خلال منظمة اليونيسف، يعني في عملت حملات توعية كبيرة جدا عن المشكلة دي، حضرتك كلمينا. فعلا جابت كتير مشاهير وناس تعرضوا للتنمر، من ضمنها الفنان احمد حلمي كان طالع واتكلم في المنظمه في فيديو، عامل فيديو ان هو كانوا دايما وهو صغير بيقولوا له دمك تقيل او انت دمك، دايما كانوا بيتنمروا عليه بكده. وسبحان الله يعني هو كبر بقى ممثل مشهور وحد كوميديان، يعني حد كويس جدا. معانا امثله كتير فعلا زيه اتعرضوا للتنمر وهم صغيرين، وزي ما المتصلة اللي في الأول قالت إن التنمر ده جعل منهم أشخاص يعني ناجحين جدا في المجتمع. طب احنا معانا الفيديو هنتفرج عليه مع حضرتك. خليل يلا اصحى، رح تتأخر على المدرسة. ايش المشكلة يا حبيبي؟ امبارح لما رحنا على الدكتورة حكت انك منيح. في اشي تاني مضايقك؟ امبارح كان بطني بيوجعني، اليوم علي حرارة ومش حاسس اني منيح، ما رح اقدر اروح المدرسة. غريب. لا ما عليك حرارة، ما مالك شي، يلا قومي بسرعة رح تتأخر. طيب يا ماما، بس مش تلوميني إذا حكى معك مدير المدرسة وقال لك تيجي تاخذيني لأني مريض. يلا يا طلاب، لو سمحتوا تفتحوا كتاب التمارين عشان أمر أتأكد إنكم حلين الواجب. وين حل الواجب يا خليل؟ نسيت أحل الواجب يا أستاذ. يا خليل، أنت واحد من الطلاب المميزين، وهاي المرة الثالثة اللي ما بتحل فيها الواجب، كل شي تمام؟ يا أستاذ، أنا منيح، ما تقلق علي، بوعدك أحل الواجب الجاي.
هاي وين سندويشتك؟ اليوم صحيت متأخر وما لحقت أعمل سندويشة. عن جد؟ بس شكل هالماما كان عندها وقت تعمل لك السندويشة. ما تنسى المصروف بكرة، ماشي؟ رح أستناك. هذا الحكي ما بصير يا خليل، فادي صار له أسبوعين عم ياخد سندويشتك كل يوم وهلأ عم ياخد مصروفك. هذا مش ذنبك يا خليل، وإحنا دايماً جنبك، بس لازم تعمل إشي. بعرف، بس إيش بقدر أعمل؟ يمكن صار الوقت تحكي مع حدا كبير. إيش رأيك تحكي مع أستاذ صالح، أستاذ الرياضة تبعك؟ أستاذ، عم بواجه مشكلة وبحتاج لمساعدتك. التنمر مشكلة خطيرة يجب العمل على معالجتها. هناك العديد من الطرق التي يتعرض بها الأطفال للتنمر. بعيداً عن التنمر الجسدي، يمكن أن تتم إهانتهم أو إغاظتهم بكلمات جارحة. يمكن أيضاً أن يتم تخويفهم أو تهديدهم، كما في حالة خليل الذي يتم التنمر عليه من قبل فادي الذي يأخذ منه طعامه ومصروفه. أنا مبسوط أنك إجيت تحكي لي يا خليل، هذا مثال على التنمر ولازم نوقفه قبل ما يتطور لإشي أسوأ. أنا بفهم كيف هذا الموضوع مضايقك وبيأثر عليك، خليني أفكر بحل لهي المشكلة، وعشان هاي مشكلة كبيرة لازم أحكي كمان لمدير المدرسة. فادي وأهله لازم يفهموا إنه هذا السلوك مش مقبول. شكراً يا أستاذ. وبدي إياك كمان تتذكر إشي مهم كتير، أحسن إشي ممكن تعمله إنك تخلي حواليك الأصحاب اللي بيحبوك وبيهتموا فيك، مثل إبراهيم ومنى. قبل ما نبلش حصة الرياضة رح نعمل نشاط قصير، رح أقرأ لكم عبارات مختلفة وإنتوا بدكم تقولوا لي إذا بتتفقوا أو بتختلفوا معها. إذا موافقين روحوا لعند نهاية هذا الخط الوهمي، وإذا مش موافقين بدكم تروحوا للنهاية الثانية من الخط. يمكن معالجة مشكلة التنمر من قبل أي معلم. في هذه الحالة يقوم معلم التربية الرياضية بتطبيق نشاط أين تقف من رزمة أدوات المعلم للتربية على حقوق الإنسان وحل النزاعات، ويستخدم عباراته الخاصة لتمكين الطلبة من التفكر في مشكلة التنمر. وإنت عم تلعب كرة القدم بتشوف ولد من الفريق الثاني ضرب زميلك في الفريق، تركض لعنده وبتدافع عن زميلك بأنك بتضرب اللاعب من الفريق الثاني. لأنه زميلنا في الفريق بنساعده يضرب اللاعب اللي ضربه. أنا بعتقد أنه لازم نساعد زميلنا بالفريق، بس مش عن طريق ضرب اللاعب الثاني. هاي مسؤولية الحكم بأنه يطبق القوانين ومش مسؤولية اللاعب. إبراهيم معه حق، الحكم هو الشخص المسؤول أنه يتأكد أنه اللاعبين عم يتبعوا القوانين، بس كزملاء إحنا دايماً لازم ندعم بعض. وإذا شفت شخص عم بيتعرض للتنمر في ساحة المدرسة حتى لو ما كان صاحبك رح تساعده؟ ممتاز، أنا مبسوط إنكم مستعدين تقدموا المساعدة للشخص اللي بحاجتها. تقوم رزمة أدوات المعلم للتربية على حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح بتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتمكين الطلبة من التفكر في مبادئهم ومشاركة آرائهم باحترام، وبذلك يمكن للطلبة أن يتعلموا كيف يكونوا أكثر احتراماً للآخرين ويعاملوا الناس بمساواة. مش مهم إيش صار بحصة رياضة مبارح، لسه لازم تعطيني سندويشتك. مش اليوم يا فادي، أنا رح آكل سندويشتي مع أصحابي. مرحبا يا فادي، إحنا لازم نحكي. الظاهر إنه صار لك فترة عم تأخذ أكل ومصروف طالب تاني، ممكن تيجي معي على المكتب عشان نحكي بهذا الموضوع؟ إحنا كمان طلبنا من أهلك إنهم يجوا على المدرسة عشان نحكي معهم عن سلوكك في الفترة الأخيرة. معظم الأطفال الذين يتصرفون بطريقة تتضمن تنمراً لا يفهمون لماذا يكون سلوكهم خاطئاً، لذلك في حين أنه من المهم توفير الدعم لأولئك الذين يتعرضون للتنمر، فمن الضروري أيضاً معالجة أسباب التنمر من خلال مناقشة الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك بشكل سري مع الطالب. شكراً يا خليل لأنك كنت شجاع كفاية وحكيت عن مشكلتك. فادي يعرف غلط وحاب يعتذر منك، رح تقبل اعتذاره؟ أكيد. فيديو معبر جدا، احنا بنشكر عليه منظمة اليونيسف، واحنا محتاجين حملات توعية من دي كتير جدا، فعلا احنا محتاجينها. يعني
فاحنا طبعا بنشكر منظمه اليونيسف كتير كتير، واحنا فعلا محتاجين اكتر محتاجين واكتر واكتر لحملات من دي، فعلا احنا محتاجينها كتير يعني. بالظبط. طيب انا عايزه بسال حضرتك على حاجه، ايه العلامات اللي تخليني اخد بالي او اعرف او اشك ان انا ابني اتعرض للتنمر؟ ايه العلامات اللي ممكن تكون عليه افهم من خلالها كده، وازاي اتعامل معاه بقى، ازاي اعالجه؟ اول حاجه هلاحظها ان هو مثلا يقول لي انا مش عايزه اروح المدرسه، مش حابب اروح، هلاقي مستوى دراسي قل، العلامات الدراسيه بتاعته قلت، ممكن الاقيه عايز يقعد لوحده دايما، لو انا رايحه خارجين مثلا النادي في قعده عائليه مثلا هو مش عايز يقعد مع حد، هلاقيه مثلا ان هو بقى ينطوي اكتر، في قلق، في قلق، هتلاقيه قلقان، هتلاقي مشكله في النوم، حزين، هتلاقي الاكل بتاعه مش منتظم، حركته قلت، عايز يقعد لوحده هتلاقيه، او ممكن تلاقيه في عنف زياده قوي في البيت، بدا يتنمر على اخواته بطريقه غريبه، انت هتقولي ايه ده، دي مش طريقتنا في البيت مع بعض، طبعه هو نفسه اختلف، طبعه اختلف. فانا في علامات كده اشوفها، فلا يا اما هروح للاخصائي النفسي في المدرسه، او لو مش متاح ده دلوقتي انا باخده لمعالج او اخصائي نفسي واعرضه عليه، بحيث ان الامر ما يزيدش عن كده. تمام. طيب ازاي بقى ان احنا يعني من خلال المدرسه، طب انا ابني هوديه لطبيب نفسي، انا هتكلم معاه، بس المجتمع بقى اللي ابني بيواجهه انا اتعامل معاه ازاي؟ اقدر اوصل لهم ان هم اذوا ابني ازاي او بيأذوا ناس تانية ازاي انا كفرد؟ بصي انا كفرد انا مش دو يعني انا دوري على على عليا وعلى عيلتي اكتر، انا ان انا اربي ابني تربيه كويسه واعلمه ازاي يدافع عن نفسه. المشكله ان ابني مش في المحيط بتاعي لوحدي، ابني بالظبط، فانا هصدر انا هخليه يصدر صوره كويسه عن نفسه، هو هيسوق نفسه، بمعنى ان هو مثلا ان لما هيلاقوا الولد ده كويس، لما اروح مثلا اعلمه رياضه ازاي يدافع عن نفسه، وتخلي الرياضه دايما بتخلي الشخص عنده ثقه بنفسه، احفزه على ده، فلما اعلمه ان لو حد تنمر، يعني لو واحد زميلك تنمر على واحد تاني، ان انا دافع عن الشخص الضحيه ده، لان دايما الاولاد بيشوفوا نفسهم في قصه ان انا بدافع عن حد دي بيحسوا بثقه بنفسهم اكتر، فانا هعمل ده، يعني انا مش هسيبه اقول له انت محدش يتنمر عليك وخد حقك، بس انت لو لقيت حد بيتاذى قدامك انت حاول تساعده، لو ما عرفتش ان انت توقف الاذى ده ممكن اروح اشتكي لحد كبير، ممكن اتكلم مع الشخص التاني، ممكن اخد الولد التاني ده واقول له لا تعالى نمشي من المكان ده، المكان ده فيه ناس مؤذيه، فاهم حاجه ان انا دايما انا ابني ده هو فرد من المجتمع، انا هبني ابني كويس، فانا انا بساعد على قد ما اقدر إن من خلال ابني، من خلال ابني كنموذج، ممكن اللي يعني ممكن الناس الباقيه او المجتمع اللي هو الولد ده في المحيط ان هو ممكن يقتدوا بيه، ممكن بالزبط. واكيد هو هيروح هيصاحب الناس اللي برضه الكويسه، فهتبقى الدايره هتوسع شويه بشويه، يتعلموا من بعض يعني المراقبه، يعني انا برضو المفروض ان انا اراقب ابني اكتر واشوف هو بيتعامل مع مين، بيتعامل مع مين. طيب احنا معانا دكتور وليد، دكتور استشاري صحه نفسيه، هو ممكن يضيف لنا برضو اكتر في الموضوع. اهلا بيك يا دكتور، نورنا. الو. ايوه انا سامع حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب؟ طبعا حضرتك سمعت عن الموضوع، الحلقه بتاعتنا احنا بنتكلم عن التنمر، يعني انا عايزه اعرف ايه اسباب زياده حالات التنمر اللي بنسمع عنها في الفتره دي، والحالات لو في حالات اتعرضت على حضرتك يا ريت حضرتك تحكي لنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا بدايه احب احيي حضرتك واسره البرنامج على اختيار الموضوع، لان دوت موضوع فعلا دلوقتي بقى عرض على ارض الواقع، بقى منتشر جدا جدا جدا، وده ليه كذا سبب حقيقي. أول حاجة إن إحنا عندنا دلوقتي في إهمال من الأسرة للأطفال جامد جدا. ليه؟ الأب شغال معظم الوقت والأم مشغولة، فالطفل دلوقتي ملوش أي مصدر خالص لاستقاء المعلومات بالظبط إلا أصحابه، النت، والنت بقى مشكلة برضه كبيرة، أصحابه طبعا والسوشيال ميديا اللي هي بتصدر لأطفالنا حاجات يعني في منتهى القسوة. بالظبط. فطبعا يعني رقم واحد رب الأسرة سواء الأب أو الأم، ده مهم جدا 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 إن هو يبقى فوكسنج أو عينه على الطفل، لأن الطفل لو أنا سبته الهواء أو للنت أو لأصحابه أو لأي حاجة تانية أو حتى مثلا للجيمز والألعاب اللي بيلعبوها،
زي بابجي وخلافه زي ما حضرتك طبعا عارفه. مشكلة الحاجات دي طبعا. طبعا الحاجات دي طبعا بابجي بالذات بتصدر للطفل ازاي يكون عنيف، هي دي مشكله كبيره. برافو عليك. وانا يا ريت يكون لها حل بصراحه، يا ريت يكون لها حل من الدوله، يا ريت تمنع اللعبه. انا من خلال هذا المنبر الاعلامي انا بناشد كل الجهات المسؤوله انها تلغي من على السوشيال ميديا ومن على البلاي ستور ومن على الابل ستور ومن على كل الحاجات دي، تلغي كل الالعاب العنيفه لان ده بيربي اولادنا. من الاطفال فعلا مش ناقصين، يعني مش ناقصين يتعلموا عنف، مش ناقصين عنف، ده حقيقي. برافو عليكي بالظبط كده. فانا قصدي اقول يعني ان دي من الحاجات اللي فعلا انا نفسي انها تتلغي. يعني انا هقول لحضرتك مثلا مثال، جاني طفل بيقول لي انا بحلم بكوابيس. طفل ايه 5 سنين 6 سنين. ليه يا حبيبي؟ علشان خاطر انا الالعاب اللي انا بشوفها بتجيلي في الحلم وبحس انها بتفتح عليا باب الاوضه وداخل عليا مش عارف بتعمل كذا. طبعا طبعا العقل الباطن بيختزل كل ده، طبيعي بيتخزن في العقل الباطن والبؤره اللاشعوريه في المخ فبيطلع في صوره احلام. اترجم طبعا. اذا احنا عندنا في قاعده رئيسه اللي هي الاسره والرعايه أكيد. الاسريه ده رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 10 اكيد الركن الاكبر. طبعا طبعا تمام. زائد بقى موضوع النت وزائد الحاجات الثانيه دي برضو بتفرق طبعا كتير يعني. تمام. طب دور المجتمع يا دكتور من وجهه نظر حضرتك، حضرتك قلت واشرت ان البيت هو عامل اساسي اوكي طب الله. المجتمع لان الطفل ما بيتعاملش مع الاسره بس. كويس برافو عليك. المجتمع بقى ده ليه علاقه بالجهات الثقافيه ووزاره التربيه والتعليم ان انا اقدر احط برامج توعيه كويسه للاولاد بحيث ان انا افهمهم يعني ايه تنمر، يعني ايه تعاون، يعني ايه حقوق الانسان، يعني ايه ان انا لو لقيت واحد مظلوم حد بيتنمر عليه ازاي اقصره. مش مجرد ان انا بدافع عن نفسي وبس، لا انا لو لقيت واحد حد جه عليه او تنمر عليه ادفع عنه الظلم. يعني ده تصديقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. تمام. فسالوه ظالما ماشي يعني انصر اخاك مظلوما خلاص يعني انا هسنده. طب ظالما ازاي؟ قال له ادفعه عن ظلمه. اذا انا لما الاقي حد بيظلم حد او بيتنمر على حد ارده، مش مجرد ان انا بدافع عن نفسي انا وبس. بالظبط. فدي حته مهمه، فدي نشر توعيه بشكل غير مباشر. بالظبط بالظبط بالظبط. متشكره جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك. طبعا كلامه مظبوط جدا جدا، وطبعا انا باكد على كلامه في موضوع ان يا ريت وضع مناهج توعيه، يعني مناهج دراسيه يبقى في منهج فيديوهات بتتقدم لهم، درس بيتقدم، درس في اللغه العربيه مثلا عن التنمر، مشاكل التنمر. بالظبط. والدين، وفي الدين واللغه العربيه هم يقدروا يقدموا ده بشكل كويس جدا. بالظبط. حضرتك حابه تضيفي حاجه على كلام الدكتور؟ هو انا بصراحه بحييه على المداخله العظيمه دي. اهم حاجه ان انا اعلم الطفل ان انا يدافع فعلا عن نفسه وان هو يدافع عن حد تاني. لما بيدافع عن حد تاني ده بيخليه حاسس ان هو عارف يعمل حاجه، فبيخلي الطفل الضحيه لا عارف ان هو ايه ده، لا في حد فعلا حاول دافع عني فانا اقدر ادافع عن نفسي. حتى بيقويه بطريقه غير مباشره، ده حتى لو الاهل سايبينه، لو يعني ربنا هيبعت له حد هيساعده يعني. بالظبط. ونزل نشر توعيه بشكل غير مباشر يعني. طيب هنطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع تاني، انتظرونا. ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم وبنتكلم عن مشكلات التنمر. حتى وصل الامر في مشكله التنمر ان احنا ساعات بنتنمر على بعض في وباء الكورونا اللي ربنا يعافينا منه، وان شاء الله باذن الله قريبا جدا يعني مصر خاليه من الاوجاع، خاليه من الامراض ان شاء الله قريبا جدا، مصر خاليه من الكورونا. بالنسبه للكورونا بقى دكتور، يعني احنا سمعنا الفتره اللي فاتت ان في حالات تنمر بسبب الكورونا اللي هو مرض احنا ملناش اي يد فيه، يعني بمعنى اذا ولد كح، اذا ولد فالولاد يتنمروا عليه وياخدوا جنب. هو ده صح ماشي يعني من باب الوقايه اوكي، بس الطريقه والاسلوب. وايضا لو حد مات بالكورونا
كل الناس بتبتدي تاخد برضو جنب من الأهل كلهم ومن الأسرة ككل بسبب تخوفهم من الكورونا. الوقاية مطلوبة طبعا، بس كيفية التعامل يعني المفروض تكون ازاي في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها؟ هو للأسف التنمر وصل للمرض كمان، فزي ما انت بتقولي بالظبط كده، ان هو الأطفال بقوا ايه ده، انت ما جيتش النهاردة يبقى اكيد انت عندك كورونا، انت مامتك مش عارف كاتبه يا رب اشفيني مثلا على الحساب بتاعها، لا يبقى انتوا في حد عنده كورونا، لا ما تقربش مني، ما تمسكش حاجتي، لا مش هتاكل معايا، لا الموضوع بقى صعب جدا. الاطفال هي اي نعم مش فاهمه، بس اكيد الاهل بيعملوا ده، اكيد في تنمر في البيت فبيعملوا ده. بداوا حتى ينزلوا فيديوهات على تيك توك، على اي برامج على التواصل الاجتماعي، ان هم ايه ده انت حاسس بطعم الميه ولا لا يبقى انت كده عندك كورونا. بقى في تنمر، حتى المرض بنتريق عليه، يعني حتى المرض طول الوقت المفروض ده مرض، يعني حاجه مش بايدي، حاجه من عند ربنا جات لي، فانا خلاص بحاول ان انا اتعافى. لا خدوا حذركم، احنا بنأذيهم اكتر بالتنمر، بس الطريقه يعني خدوا الحذر، يعني احنا ساعات بناخد حتى بالنا بين الكبار ان هم بيتجنبوا بعض، بس باسلوب لازع شويه، بطريقه يعني احنا كلنا ناخد حذرنا، بس الشكل والطريقه، ويا ريت ما يكونش في كلام يعني لفظي، يعني بالطريقه اللفظيه، لا ابعد، لا في كورونا، لا لحسن يكون عندك كورونا، لا يعني انت ممكن تاخد جنب بطريقه اشيك من كده، يعني المفروض هو بصي هو المفروض الصح ان اللي تعبان هو ياخد جنب، وطبعا اللي بيحافظ على نفسه حقه يدافع عن نفسه، لو اللي قدامه مش واخد باله فخلاص انا هقول له ستوب، يعني انت راجل عندك كورونا وجاي تسلم عليا، فانا اكيد هقول لك معلش انا عارف انك تعبان، بس حتى ده وصل ان هو ايه ده انا مش تعبان، طب فيها ايه يعني، حتى التنمر الناس يعني ابتدت تدافع على نفسها من الكورونا، ولا كانه هو يعني كانه هو حاجه وباء مصطنع بايدينا بارادتنا، يعني لا والله انا مش عندي، لا في الاخر هو يعني قضاء ربنا في الاخر، يعني انا بالزبط. مش ماليش يد فيه بالزبط. انا احافظ على نفسي واعمل اجراءاتي وبعد كده خلاص الحاجه بتاعت ربنا. ممكن بس الاطفال مشكلتهم الطريقه والكيفيه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه بقى، ده دور الاهل ودور الاسره في الطريقه وفي اسلوب الاطفال اللي يضايق اكتر ان هو وصل ان الاهالي نفسها مثلا لما حد من يتوفى بكورونا، لا الناس لا مش هيتدفن عندنا، لا مش هنقدم له مساعده. احنا سمعنا بقى مهزل في الموضوع ده، موضوع انه لا مش هيتدفن، وان في ناس بالفعل وقفت على مقابر اهالي اسر ان فيهم واحد مريض بالكورونا، رغم ان انا اعرف ان بيبقى فيه يعني في اجراءات احترازيه للدفن، وفي تكفين بطريقه معينه. طب المفروض ان هم يروحوا يدفنوا فين؟ ما هو يعني هيروح فين؟ يعني بصراحه من اغرب الحاجات اللي شفتها ومن احسن الحاجات اللي شفتها، يعني عارفين وقايلين لهم ان خلاص في يعني في طرق احترازيه حصلت، بس مش عايز تكون موجود، ما تكونش موجود، ممكن يروح يدفن، والاقارب اللي هم القريبين قوي هم اللي هيكونوا موجودين ومتخذين الاجراءات بتاعتهم بالظبط، بس لكن بالطريقه دي بالبشاعه دي ان هو لا ويقفوا له، امال يعني انتوا تتكلموا ازاي؟ بجد الموقف كان صعب جدا، ودي ناس كبيره، يعني انت عارفه الاطفال طفل مش فاهم لسه، بنعلمه بنربيه، لكن لما يبقى من اشخاص كبيره بتبقى صعبه قوي بالظبط، بتبقى مؤذيه. ده حقيقي. يعني طيب احنا بقى دلوقتي بنتكلم من يعني على الاطفال، وبنسلط الضوء على الاطفال بالذات، بعيدا شويه عن التنمر، ازاي اخلي ولادي، بما ان حضرتك اخصائي نفسي للاطفال بالذات، احنا عاوزين ازاي نخلي الاطفال الاخوات يحبوا بعض منذ الصغر؟ لان احنا ساعات بنلاحظ مع الوقت بين الاطفال بتنشا غيره فظيعه، الولد دوت لا مامتي بتحبه اكتر، بابايا بيحبه اكتر، طب ازاي اخلي المشكله دي مشكله كبيره، والمفروض ان برضو الاهل يتعاملوا معاها من الصغر، ازاي يتعاملوا معاها؟ اقول لك حاجه، اهم حاجه الاهل، انا كتير قوي بشوف امهات هم اللي بيميزوا طفل عن طفل، هم اللي بيقارنوا، فهم اللي بيزرعوا الكره بينهم، بيزرعوا المقارنه، الحقد بين الاطفال. انا ممكن يكون عندي بنت شكلها امور شويه، بنت شعرها طويل شويه، بنت بيضه شويه عن بنت، كل طفل وله جماله، بس الام ساعات غصب عنها هي لو ما عندهاش وعي تنجذب لطفل معين، وده يعني الام بالذات لازم مشاعرها تكون متساويه وحياديه جدا، حتى لو في قلبها مثلا ده ابني ده مثلا مريض فانا بخاف عليه شويه، لازم حتى قدام اخواته ان انا كله زي بعضه بالزبط. كله زي بعضه بدون انحياز، ولا ولد ولا يعني مثلا ممكن اكون بحب البنات شويه فمش مهمله ابني الولد، ده من الكراهيه بين الاطفال نفسهم، يعني سيبك انت بتميزي طفل اهم حاجه هم هيطلعوا ازاي مع بعض، هم هيطلعوا يكرهوا بعض بسبب طريقتك،
احنا عايزين حملات توعية للأمهات على فكرة، بس المشكلة احنا عايزينها من خلال الميديا، من خلال المسلسلات البرامج، لأن مش كل الأمهات هنقدر يعني نسيطر أو نأثر فيهم يروحوا لدروس توعية ومحاضرات. في اقتراح كويس جدا إن هم ممكن في المدرسة يعملوا يوم للأهالي اللي هم أولياء الأمور، ويستضيفوا أخصائي نفسي، يعني أخصائي نفسي حد واعي وحد بيتعرض للحالات دي، ويكلمهم يبقى يوم توعية إزاي نتعامل مع أولادنا، وإزاي لما ابني يعمل كذا أتعامل معاه إزاي، لأن في أهالي ما عندهاش وعي المعالج النفسي وما عندهاش وعي الدكتور النفسي. مش بتقتنع أصلا، في أهالي مش هيقتنعوا إن في أصلا مشاكل نفسية وتوعية نفسية والحاجات دي، هما في ممكن لما يسمعوا مره واثنين وثلاثه. انا عشان كده بقول علشان الطبقه اللي انا بتكلم عليها، الشريحه اللي انا بتكلم عليها، البسطاء دول، ان هما مش فاهمين مش مدركين الكلام ده. التوعيه من خلال التلفزيون سره قوي جدا، زي مسلسل هي هتتابعه. المسلسل ده هي هتتابعه عادي جدا، مش في دماغنا، بس موقف زي ده هيأثر فيها وهتطلع منه اكيد بدرس معين لنفسها كده، لان البنت في الاخر اتغيرت وبقت بنت قويه، وبقت تاثير الدراما قوي جدا، بقت بتقاوم التنمر بشكل حلو جدا، وبقت بالذات يعني غير كده ان هي طورت من نفسها جدا. فده دفعها، بس كان في دايما حد وراها، حافز، كان في حافز وراها. لو تلاحظي حتى في المسلسل كان في الاب والام، كان في بينهم مشاكل، فده كان مؤثر بشكل مباشر او غير مباشر، بس كان في تاثير كبير. المشاكل النفسيه للاطفال حتى لحد ما يكبروا ويبقوا شباب هي بسبب المشاكل الاسريه بين الاب والام. يعني هي دي شفت حتى في بعض المسلسلات برضو، شفت كان في مسلسل لعبه نيوتن، كان الزوج كان هو بيتنمر على، يعني طول الوقت يقول لها انت مش هتقدري، انت مش هتعرفي. هي تنمردت عليه، حبت يعني تتمرد على نفسها، وسافرت الدنيا ولخبطت الدنيا عشان تثبت لجوزها انها قويه، عايزه بس اقول له انا موجوده. بالزبط. انا قويه، ده فعلا على فكره مثلا، وبقت ماشيه تدور على حد يقول لها ايه ده انت ناجحه، انت قويه، مسكت فيه هي خلاص، انا حد شافني، حد شاف حاجه كويسه فيا. طيب دكتوره نجوان، حضرتك شرفتينا النهارده، احنا وصلنا لختام حلقتنا. مشاهدينا ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده وموضوع جديد، انتظرونا ان شاء الله.